قبل اطلاق اي جيل جديد من اجهزة الكونسول بيكون في اسئلة كتير وحماس رهيب، حماس اننا نشوف ايه اللي الجيل الجديد هيقدمه، ايه الالعاب اللي هتنزل وقت الاطلاق، وايه التكنولوجيا الجديدة اللي هنشوفها فيهم، ايه المميز اللي هيقدمه الجهاز من ناحية الهاردوير، وطبعا بنكون متحمسين دايما نشوف شكل الجهاز الجديد. في الفترة اللي فاتت بدأ الكلام يزيد عن البلايستيشن 5 خاصة بعد اعلان سوني رسميا عن اسمه، واعلنت برضو عن بعض المميزات الخاصة بالكنترولر الجديد اللي هيجي معاه. علشان كده احنا كمان متحمسين معاكم للجهاز. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الاسباب اللي تخليك متحمس فعلا لوقت اطلاق البلايستيشن 5. قبل ما اكمل الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتسيبوا لايك للفيديو، وكمان لما تخلصوا الفيديو للاخر شاركونا النقاش في التعليقات تحت عن المميزات اللي نفسكم تشوفوها في البلايستيشن 5، وايه اكتر حاجة متحمسين ليها اتكلمنا عنها في الفيديو. تعالوا نبدأ الأول بالهاردوير اللي هيقدمه الجهاز، واللي احنا عارفين بالفعل انه مركز على سرعة شاشات التحميل في محاولة انها ما تبقاش موجودة بالكامل في الألعاب. البلايستيشن 5 المرة دي هيجي بوحدة تخزين من نوع SSD مش ميكانيكال، واللي ما عرفش الفرق في SSD هو عبارة عن شرايح إلكترونية بالكامل، وده بيديله أفضلية ضخمة في السرعة عن الهاردات الميكانيكية العادية، واللي بتكون معتمدة على قرص صلب بيلف وبنقرأ من خلاله البيانات. طبعا في الوقت الحالي اسعار الاس اس ديز عاليه جدا مقارنه بالهاردات العاديه، وده غالبا هيخلينا نشوف مساحات تخزين محدوده في النسخ اللي هتنزل من الجهاز، واللي انا متوقع انها تكون 512 جيجا في افضل الاحوال، ده طبعا حفاظا على سعر الجهاز وقت الاطلاق. بفضل الاس اس دي بشكل اساسي وطبعا باقي الهاردوير هنقدر نشوف جيل من الكونسول شبه هيقتل شاشات التحميل السخيفه، وده شفناه بالفعل في فيديو طلع من فتره قريبه للعبة سبايدر مان، واللي كان فيه مقارنه ما بين تشغيلها على البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4. وقتها البلاي ستيشن 5 قدر ان هو يلود اللعبه في اقل من ثانيه، في حين البلاي ستيشن 4 اخد 8 ثواني. الفرق ضخم، وطبعا كل ما كانت شاشات التحميل بتاخد وقت اطول كل ما خدنا بالنا من الفرق ما بين الجهازين. حتى وقت ما كانت الكاميرا بتتحرك بسرعه رهيبه في بيئه اللعبه، البلاي ستيشن 4 كان بيعاني علشان يلود بيئه اللعبه، وكان بيضطر ان هو يقف للحظات، على عكس البلايستيشن 5 واللي كانت البيئه بتلود فيه ريل تايم بدون اي تقطيع او شاشات تحميل. النقطه الثانيه من الهاردوير هي المعالج الخاص بالجهاز، واللي هيكون من AMD كالعاده. المعالج هيكون فيه 8 انويه وهيكون بمعماريه زين 2. كمان المعالج الرسومي هيكون من AMD بمعماريه نافي، واللي هيدعم تقنيه الري تريسنج. التقنيه دي بنسمع عنها من فتره كبيره بشكل متكرر. تقنيه الري تريسنج تعتبر عملت نقله رهيبه في جوده الاضاءه وواقعيتها. المشكلة كانت في ان التقنية محتاجة معالج رسومي يكون بيدعمها، واخيرا مع جيل جديد هنقدر نشوفها على الكونسول بعد ما كانت مقتصرة بس على البي سي. النقطة الاهم وقت ما نتكلم على الهاردوير هي قدرة الجهاز على تشغيل العاب بدقة عالية ومعدل اطارات عالي. طبعا على حسب الاعلان من سوني فالجهاز عنده القدرة على تشغيل محتوى بيصل دقته ل 8K، لكن خلينا نكون واقعيين، الجهاز عمره ما هيقرب حتى من دقة التشغيل دي. الجهاز بيدعم دقة عرض حتى 8K، لكن مش معنى ده انها تكون متاحة للالعاب. لو جينا نبص على الجيل الحالي هنلاقي ان هو بالفعل كان بيدعم 4K من وقت اطلاقه، بس الكلام ده للميديا مش للالعاب، فاللي متخيل ان الجهاز هيكون قادر ان هو يشغل 8K يشيل من دماغك حاجة زي كده تماما. فلو جينا للكلام الواقعي فالجهاز في الغالب هيقدر يشغل العاب حتى دقة 4K، لكن ما اعتقدش اننا هنشوف معدل اطارات عالي. غالبا معدل اطارات في معظم الالعاب على 4K هيكون في نطاق ال 30 ل 60 اطار في الثانية، واعتقد ان ممكن يكون متوفر نظام مختلف للعب على دقة Full HD او اي دقة اقل من 4K في مقابل حصول على معدل اطارات اعلى من 60. تالت نقطة عايز اتكلم عليها هي الكنترولر، ودي النقطة اللي ركزت عليها سوني في مدونتهم الرسمية وقت ما اعلنوا عن ميعاد اطلاق الجهاز في فترة اعياد السنة الجاية. معظم الكلام عن الكنترولر الجديد مركز على جزئين. الجزء الاول هو استبدال الرامبل موتورز والمسؤولين عن الفايبريشن بتكنولوجيا افضل وادق، واللي بيسموها الهابتك فيدباك، ودي بنشوفها في موبايلات كتير في الفترة الحالية. دعم الكنترولر للهابتك فيدباك هيسمح للالعاب بنقل احساس مختلف مع كل حدث بيحصل في اللعبة. وقت لما تخبط بعربية هيكون ليها احساس مختلف عن انك تتسلق حيطة، عن انك تكون جنب انفجار. كل حدث هيكون ليه طريقة الاهتزاز الخاصة بيه، واللي بتنقل احساس الحدث بواقعية اكبر بكتير من التكنولوجيا الحالية. النقطة التانية هي الادابتف تريجرز، واللي بتسمح بتطبيق مقاومة مختلفة للتريجرز في المواقف المختلفة. حاجة زي دي ممكن يتم تطبيقها بشكل ممتاز في العاب الشوترز، فمثلا ممكن الضغط على التريجرز وانت بتتحكم بسلاح تقيل يكون اتقل ومقاومته اعلى من الاسلحة الخفيفة. يمكن تكون دي كلها تغييرات بسيطة جدا، لكن مجتمعة بتعمل فرق واحساس مختلف في تجربة اللعبة. النقطة الأخيرة اللي منتشرة في الفترة الحالية هو الكلام عن البطارية، واللي كالعادة هتكون مدمجة في الكنترولر، وبيتم شحنها المرة دي بمنفذ USB-C. هتكون مساحتها أكبر من الموجودة حاليا في الدول شوك 4، فبالتالي فوزن الكنترولر في الغالب هيكون أكبر من الوزن الحالي. آخر نقطة عايز أتكلم عليها ويمكن تكون هي الأهم بالنسبة لي وهي الألعاب. خلونا نتكلم الأول عن دعم الجهاز الباكورد كومباتيبيليتي، ودي الميزة اللي بتسمح لنا إننا نلعب الألعاب من الأجيال اللي فاتت عليه بكل سهولة.
الميزة دي للأسف ما كانتش موجودة في البلايستيشن 4، وعلشان كده كنا بنشوف فترة من الفترات كل الألعاب عبارة عن ريماسترز للألعاب قديمة. أنا شايف إن دعم البلايستيشن 5 للباكورد كومباتيبيليتي هي نقطة محورية وأساسية جدا في نجاح الجهاز من ناحية المبيعات. ناس كتير عايزة تحتفظ بألعابها القديمة، واللي مستني ألعاب جديدة من الشركات مش بيبقى عايز يشوفهم مركزين على ريماسترز لألعاب قديمة ناجحة بدل التركيز على مشاريع جديدة للجهاز. النقطة التانية هي الألعاب اللي هتنزل على الجهاز بالفعل في فترة إطلاقه. حتى الآن فإحنا عارفين إن جوريلا جيمز شغالين على مشروع جديد، وفي الغالب فهو جزء جديد من هورايزن زيرو دون، وبالتأكيد هيكون متاح على الجيل الجديد. مين عارف كمان استوديوهات سوني شغالة على إيه تاني؟ خاصة الاستوديوهات وصل لها بالفعل نسخة المطورين من الجهاز والكنترولر الجديد، واللي اتسرب منه صور شكلها غريب جدا للجهاز، لكن نطمنه ففي الغالب الشكل ده هيكون بعيد تماما عن الشكل النهائي اللي هينزل لينا. بما ان الاستوديوهات وصل لها بالفعل نسخة من الجهاز واحنا يعتبر قبل سنة من اطلاق الجهاز، فانا متوقع انطلاق قوي جدا، بالاخص ان الجيل ده في نهايته نازل العاب مهمة جدا ممكن بسهولة يتعمل لها نسخة محسنة في الاداء على الجيل الجديد، او حتى بفضل دعم الباكورد كومباتيبيليتي فاحنا هنلاقي مكتبة ضخمة من اليوم الاول. بس كده دي كانت كل حاجة عايز اتكلم معاكم عليها تخص البلايستيشن 5، لكن كالعادة فالاهم من رأيي هو رأيكم انتوا. شاركوني النقاش تحت وقولوا لي ايه اكتر حاجة متحمسين ليها في الجيل الجديد، وايه اللي نفسكم تشوفوه لسه سوني ما اتكلمتش عنه في البلايستيشن 5. كان معاكم خالد محمد، والمزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على IGN ميدل إيست.